إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، شو ممكن يكونوا أبراجنا خبيرنا لليوم؟ خلينا نكتشف سوا بفقرة جديدة من الأبراج عبر إذاعة إم راديو. مثل العادة البداية مع برج الحمل، تنجح في إعادة بناء ما تهدم في الماضي وبدء صفحة جديدة بيضاء، ويوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة. مهنياً، مرحلة جديدة في حياتك العملية مليئة بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزاً لتكون النتائج مضمونة. عاطفياً، لا تكن فظاً مع الشريك، فغايته تبقي راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء. صحياً برج الحمل، عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول. منكمل مع برج الثور، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف ينتج عن نظرتك الدافئة الكثير من الأمور والفوائد. مهنياً، تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حقك أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب من أساء إليك. عاطفياً، دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كلياً كي لا يشعر بالغربة عنك. صحياً برج الثور، تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها بفضل ممارسة الرياضة بانتظام. برج الجوزاء، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جداً، وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. مهنياً، تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن احذر أن تجهد أعصابك. عاطفياً، عواطفك ومشاعرك تأخذ لوناً جديداً ومختلفاً، فحاول الحفاظ عليهم. صحياً برج الجوزاء، اهتم بصحتك النفسية في هذه المرحلة لأنها الجانب الأكثر أهمية والأكثر مدعات للتعرض للضرر بسببه حالياً. منكمل مع برج السرطان، اليوم من أحد الأيام التي تحاول فيها أن ترسم لنفسك مستقبلاً جديداً ومختلفاً، ولكن لسوء الحظ لا تمتلك كل المقومات، خطواتك محسوبة ودقيقة جداً. مهنياً، أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء. عاطفياً، الأسلوب المتعجرف واللامسؤول يغيظ الشريك ويجعله يفكر بالانفصال عنك. صحياً برج السرطان، قد تخرج أمورك الصحية عن السيطرة في أي وقت، لذا كن مستعداً للتعامل مع أمور مختلفة. ننتقل لبرج الأسد، أنت تقوم بمهامك بطريقة عملية وذكية، ولكنك تختار الطريق الأصعب. اختر الطرق السهلة حتى تغطي عدداً كبيراً من المهام في وقت أقل. مهنياً، أجواء العمل لا تتوافق مع العالم الخيالي الذي تعيش فيه اليوم، حاول أن توازن بينهما قدر الإمكان. عاطفياً، الحب والعاطفة يحتلان المركز الأول في حياتك هذا اليوم بالتحديد. صحياً برج الأسد، أنت عرضة لبعض الأمراض الطفيفة، عليك أخذ جميع الاحتياطات اللازمة
وتجنب تناول الوجبات السريعة التي من الممكن أن تسبب لك أمراض المعدة. عزيزي برج العذراء، لا تشكك كثيراً في سبب حدوث الأشياء بطريقة غير متوقعة، قد يكون ذلك من أجل مصلحتك. حاول كسر الروتين الخاص بك واستمتع قدر الإمكان. مهنياً، مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسن أوضاعك المالية والمهنية. عاطفياً، استقرار مؤقت في بداية علاقتك مع الشريك، وربما ينتهي إلى استقرار نهائي، لكنه يحتاج بعض الوقت. صحياً برج العذراء، أنت مهمل في صحتك، وسيؤدي ذلك إلى فقدان توازنك فجأة، فكن حذراً واعتني بصحتك بشكل أفضل. من كفي مع برج السابع، برج الميزان، أنت متهور جداً وتبدأ صباحك بطريقة عكسية، لا يعجبك العجب، لا داعي لكل هذه الانفعالات، واتخذ الدبلوماسية رفيقاً لهذا اليوم. مهنياً، أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد. عاطفياً، تبدو اليوم في أفضل حالاتك، ويلاحظ الحبيب الذي يعيش بالقرب منك هذا التغيير الغريب في شخصيتك. صحياً برج الميزان، أنت في موقف صحي أضعف من السابق، لذا يجب أن تكون شديد الحذر في تعاملك مع كل ما هو متعلق بصحتك. منكمل مع برج الثامن، برج العقرب، أنت تواجه موقفاً مستحيلاً، وستواجه أيضاً مشكلات قد تبدو غير قابلة للحل. يجب أن تواجه المهام الصعبة قريباً، قد تكتشف أن بعض المشكلات ليس بالحجم الذي تخيلته في بادئ الأمر. مهنياً، تأتي أحداث لتترك انعكاسات إيجابية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك. عاطفياً، تحاول استغلال قوة عاطفتك تجاه الشريك للضغط عليه ليتقبل حبك له. صحياً برج العقرب، صحتك جيدة للغاية، ولديك قدر كبير من الطاقة والحيوية التي تساعدك على إنجاز أعمالك بكل سهولة، وأيضاً يمكنك ممارسة الرياضة بكل نشاط دون شعورك بأي متاعب. برج القوس، اليوم مليء بالمفاجآت غير السارة، وستعتمد فيه على الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون لك الإزعاج. مهنياً، عليك استعمال الجدية والصرامة عند اللزوم، كن حذراً ولا تسمح لاحتياجاتك أن يوقعك في الخطأ، أنت بحالة جيدة ولذلك لا داعي للأوهام. عاطفياً، نجاحاتك المتتالية في العمل تجعلك كثير الأحلام خلال هذه المرحلة، وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات التي تراودك. عاطفياً، تبدو حالياً في قمة عطائك وإنسانيتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور. صحياً برج القوس، أنت تعشق المأكولات السريعة، فحاول أن تستغل إجازتك في المنزل بتعلم بعض المأكولات السريعة التي تتسم بالنضج والصحة لاحتياجك الكامل لها خلال هذه الفترة. برج الجدي، بعض التطورات الإيجابية في حياتك على مستوى الشخصي، تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيداً كيف تستفيد من هذه المعلومات.
مهنياً لن يكون اليوم في صالحك. لديك مطالب من الرؤساء ستقبل بالرفض الشديد بسبب بعض المشاكل مع عدد من الرؤساء. اصبر وانتظر فترة ثم عاود بتقديم طلبك. عاطفياً سيقدر الحبيب اليوم الجهود التي تبذلها من أجل سعادته. ربما يفاجئك بخبر سعيد يقلب موازين حياتكما. صحياً برج الجدي، وعكة صحية شديدة تلزمك الفراش لفترة. حاول الالتزام بتعليمات الطبيب وإلا ستشعر دائماً بالتعب والحاجة إلى النوم لساعات طويلة. وصلنا لبرج ما قبل الأخير، برج الدلو. على الرغم من توترك وانفعالك في بداية اليوم، إلا أنك ستشعر بالراحة والطمأنينة بوجود بعض الأشخاص الداعمين لك. انظر للحياة بطريقة إيجابية. مهنياً تعيد النظر في بعض القرارات وأسلوب عيشك، ولا تؤجل شيئاً لأن العيون تسلط عليك. عاطفياً قلل من تصرفاتك السلبية وحاول كبت مشاعر الغضب، وانتبه من حزن أو خيبة أمل، وتصرف بعقلانية بعيداً عن التصرفات السلبية. صحياً برج الدلو، لا توجد أي مؤشرات على قرب خروجك من هذا الوضع الصحي الفوضوي. يجب أن تتوقع كل الاحتمالات في هذه المرحلة. برج الأخير، برج الحوت. ترك أحد أفراد أسرتك المنزل، ولذلك لا تنزعج إذا شعرت بالوحدة أو باشتياقك له. على الرغم مما تشعر به، إلا أنك ستستمتع أيضاً بشعورك بالهدوء لكي تنجز مشروعاتك بتركيز وبدقة. مهنياً من المتوقع أن تجد الليلة حلولاً لبعض المشاكل التي تواجهك في العمل، فحاول أن تنفذها. عاطفياً أنت بحاجة إلى فتح صفحة جديدة مع الشريك لتحل فيها المشكلة والتوتر الذي أصاب علاقتكما. صحياً برج الحوت، صحتك تبدو على ما يرام وفي أزهى أوقاتها. حافظ عليها ولا تعرض نفسك لإهمالها مرة أخرى، فعليك مداومة استشارة الطبيب. مستمعينا، أنا بودعكم وبلاقيكم بفقرة جديدة من عالم الفلك عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM.